فالواجب على الإنسان أن يصلح نيته، يصلح قلبه، ينظر ما في قلبه من الشك، من الشك، فيزيل هذا الشك إلى اليقين. كيف؟ يقال الإنسان إذا كان فيه شك كيف يكون يقينا؟ ينظر في الآيات، ينظر في الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم، لآيات لأولي الألباب. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. فأنت انظر في آيات الله، إذا ألقى الشيطان في قلبك الشك فانظر في آيات الله، انظر في هذا الكون، انظر من يدبره، انظر كيف تتغير الأحوال، كيف يداول الله الناس، يداول الله الأيام بين الناس، حتى تعلم أن لهذا الكون مدبرا حكيما عز وجل. الشرك، طهر قلبك من الشرك. كيف أطهر قلبي من الشرك؟ أطهر قلبي بأن أقول لنفسي: إن الناس لا ينفعونني، إن عصيت الله لم ينقذوني من العقاب، وإن أطعت الله لم يجلبوا إلي الثواب. من الذي يجلب لك الثواب؟ هو الله. من الذي يدفع عنك العقاب؟ هو الله. إذا كان الأمر كذلك فلماذا تشرك بالله عز وجل؟ لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلى الخلق؟ كن دائما في غسيل للقلب حتى يطهر، كما قال الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فتطهير القلب أمر مهم جدا. أسأل الله أن يطهر قلبي وقلوبكم، وأن يجعلنا له مخلصين ولرسوله متبعين.